خارطة الطريق الجديدة في مجال التكوين المهني وفيما يتعلق بمجال الفلاحة والصناعة الفلاحية سيتم توفير شعب التكوين فيها بمعظم الجهات الاثني عشر خاصة في المناطق الفلاحية والصناعية، كما سيتم فتح شعب جديدة للتكوين في مجال صناعة السفن بكل من أكادير والدار البيضاء في مقاربة تستحضر الخصوصيات الجهوية. القطاع ديال الصيد البحري والقطاع الفلاحة واجدين فيه، بحيث أنه يعني في الجهات وفي المناطق اللي هي مؤهلات، عندها مؤهلات لا في الصيد البحري ولا في الميدان الفلاحي، غادي يكونوا فيها إن شاء الله مراكز يعني اللي هي جد مهمة ديال التكوين المهني، باش نشغلوا الشباب ديالنا، باش يكون واحد التكوين اللي هو تأهيلي، باش يقدروا الناس يكونوا يعني في هذه مع هذيك المؤهلات والمجالات اللي موجودين فيها يقدروا يشتغلوا ويقدروا كذلك ياخذوا التكوين ديالهم. المجال الصناعي وما يرتبط به من شعب واعدة خاصة المتعلقة بالمجال الرقمي وترحيل الخدمات، خارطة الطريق تركز على توفير التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء ستات في مرحلة أولى، والهدف توفير أطر مؤهلة تستجيب لسوق الشغل. النموذج الجديد اللي غادي يكون عبر الجهات المغربية للمملكة كلها 12 جهة، غادي يكون يمكن له يواكب يعني استراتيجيات القطاعية لكل قطاع. احنا كوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يعني متفائلين انه هذه الاستراتيجية الجديدة غادي تعطي يعني واحد القفزة نوعية مهمة جدا في قطاع ديال التكوين المهني. 8 جهات ذات طابع سياحي ستتطلع باحتضان تكوينات خاصة بالمجال، وهو الأمر ذاته في مجال التكوين في قطاع الصناعة التقليدية، حيث سيتم فتح شعب جديدة. هذا الجيل الجديد من المراكز غادي تكون بتسيير وبتدريب بتدبير ثلاثي، داخلين فيه المهنيين وداخلين فيه كذلك الجهات وداخلين فيه الدولة. هذا الجيل الجديد من المراكز ديال التكوين غادي تخلينا نتجاوزوا الصعوبات اللي كانت في النظام القائم. قطاع الصحة من جهته سيعرف تعزيز العرض مع مراعاة الاستفادة من التدريب السريرية بالمراكز الاستشفائية القريبة. سيكون هناك في 8 ديال الجهات اللي فيها مستشفيات جامعية أو مراكز جامعية استشفائية، إما موجودة أو في طور الإنجاز بحال العيون وأكادير وطنجة، سيكون هناك معاهد لتكوين الكفاءات في المجال الصحي بشعب جديدة خاصة فيما يتعلق بالاستشفاء ديال المستوى الثالث الخاص بالمستشفيات الجامعية، وكذلك مهن أخرى اللي كتلبي طلب ديال القطاع الخاص كذلك في هذا المجال الصحي. عروض جديدة من التكوين المهني بتخصصات تسير التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتراعي خصوصيات كل جهة من جهات المملكة في قطاع يعمل على تحقيق فرص الشغل بالنسبة للشباب.